يا خي ما في غيري انا بعيد التوازن كله. انت بتعيد التوازن؟ يا حبيبي انا بعمل توازن بين كل المؤسسات. انت بدك تعمل توازن بالمؤسسات؟ انا بعيد الخطه الاقتصاديه كلها بظبطها انا. والله؟ لك يا حبيبي مش بس هيك، انا بلعب بالامن لعب، انا بظبط الامن كله. انت كمان بتضمن الامن؟ طبعا شو بك يا خي، ولك مش بس هيك انا بظبط كل الاوضاع الثانيه. اي اوضاع ثانيه يعني؟ لك يعني انا حتى ممكن يكون عندي تاثير بالتسويه الاقليميه. انت بدك تاثر بالتسويه الاقليميه؟ بدها دول يا زلمه. يا حبيبي انا عندي قدرات انت ما بتعرفها، انا بظبط كل قصص كبزبطها. انت كشخص يعني؟ لك ايه شو بيك، انا كل هادي بعمله لك، انا حتى اذا حطيت ايدي بالنووي الايراني بزبطه. يعني انت بتعيد التوازن لكل شيء انت؟ صحيح، بس في شرط واحد يعني. في شرط؟ اكيد في شرط. شو الشرط؟ كون انا على راس السلطه. هيا ايه طبعا. طب ولك واذا ما مشي الحال؟ يروحوا يبلطوا البحر. طب يلا بالاذن. لوين رايح؟ لا بدي وصي عبلاط.